مرحبا بكم مستمعي إذاعة لودي جي راديو ومشاهدي قناة لودي جي تيفي. فقرة تيكويك، الفقرة اللي كرافقكم من خلالها أنا عايشة بوسكين في إطلالة أسبوعية في آخر مواقع في لينوفيل تكنولوجي هاي تيك إي ديجيتال، باش هكذا ترجع حياتكم اليومية أذكى وأسهل. وبداية مستمعينا من المغرب، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في افتتاح معرض ملتقى طنجة المتوسط أوتوموتيف ميتينغ في نسخته السابعة أن المغرب يسعى إلى أن يصبح منصة للسيارات منخفضة الكربون الأكثر تنافسية في العالم. وتابع الوزير أن المملكة المغربية تعد اليوم بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 700,000 سيارة، أو المنتج للسيارات بإفريقيا، في وقت شدد فيه على الدور الهام الذي يطلع به ميثاق الاستثمار في تحفيز جاذبية المنصة الصناعية وتنمية القطاعات الاستراتيجية ولا سيما صناعة السيارات. أصدرت شركة أونر الصينية هاتفا جديد يتفوق على آيفون في بعض مميزات الكاميرا حسب تقارير الشركات المصنفة للسوق الراهنة. هاتف أونر ماجيك 5 يعد ثاني أفضل هاتف رائد من حيث مميزات الكاميرا، متفوقا بذلك على هاتف آيفون برو ماكس الأحدث، وذلك من خلال 3 كاميرات بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية سيلفي بدقة 42 ميجا بيكسل. ونختم مستمعينا فقرة تيكويك لهذا الأسبوع بإعلان منصة واتساب يوم أمس الخميس إطلاق ميزة المجتمعات رسمياً، والتي ستسمح بتضمين المجموعات المتشابهة في مجتمع واحد ليسهل التواصل بينها. وستساعد الميزة الجديدة في جعل المجموعات أكثر تنظيماً، وستسهل التواصل عن طريق وجود مجموعات مخصصة ضمن المجتمع الأكبر، كما ستتيح إرسال الرسائل لكل المجموعات المشتركة في المجتمع دفعة واحدة. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة تيكويك. نضرب لكم موعد لا سيمين بروشان، هاتي كامل على أثير إذاعتكم الرقمية لودي جي راديو، وكذلك على قناتنا لودي جي تيفي.